نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشدد على مقاومة الاحتكار والمضاربة عبر القطع مع الأساليب التي لم تؤدي إلى نتائج. مراجعة الإطار القانوني للأراضي الفلاحية الدولية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة. تقديرات أولية بإصابة زيتون في حدود 300 ألف طن، ومطالبات بتحديد سعر مرجعي معقول لزيت الزيتون. وفي العالم 82 شهيدا و180 جريحا حصلت الغارات الصهيونية على لبنان خلال 24 ساعة الماضية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد على ضرورة القطع مع الأساليب التي لم تؤدي إلى نتائج في مقاومة الاحتكار والمضاربة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع، في حين أنها شبكات إجرامية يتضرر منها الفلاحون والمواطنون على حد سواء. كما ذكر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوزارة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار، ويرتب الأثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير. على صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول إلى الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار. وذكر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظل مناخ آمن. وأقر مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري عددا من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النسيج المؤسساتي الوطني والقدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين، كما تمت الموافقة على حزمة من التدابير العملية بما يمكن من التسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة. وأقر المجلس توجها جامعا لتعزيز نجاعة التصرف في التمويلات الخارجية الموجهة للمشاريع العمومية. خصص مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري أمس بالقصبة للتداول في مشروع قانون يكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الفلاحية الدولية من قبل الشركات الأهلية، حيث تقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة. وجاء في البلاغ أن هذا المجلس الوزاري يندرج في إطار مراجعة التشريع منظم لاستغلال الأراضي الفلاحية الدولية، وخاصة الأراضي الفلاحية المسترجعة والموضوعة على ذمة ديوان الأراضي الدولية وغير المستغلة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها أمس على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، ويتعلق بقرض قيمته قرابة 45 مليون يورو مسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة تونس على تصدير الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية وتعزيز القدرات لمجابهة ارتفاع الطلب.
نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. رغم تواتر التقديرات الأولية بأن تناهز صابة الزيتون هذا الموسم 300,000 طن، إلا أن مخاوف التونسيين من أن يظل سعر زيت الزيتون مرتفعا مثل أسعار الموسم المنقضي لا تزال مستمرة. التقرير التالي لسامي العرفاوي يقف عند هذه المخاوف والمطالبات بتحديد سعر مرجعي معقول لزيت الزيتون. تراوحت أسعار زيت الزيتون الموسم الماضي في الأسواق التونسية بين 24 و 25 دينارا للتر الواحد، أسعار اعتبرها عدد من المواطنين مشطة مقارنة بمقدرته الشرائية. برشا اوزمون فما ذاك الزيت نتاع 15,000 على قليله، كيفاش يسيبوا الناس على هوا وصل حتى ل 27 عني. مانيش خلط عليه زيت زيتون، احنا بلاد الزيت معناها نورمالمون عندنا الاكتفاء الذاتي نتاعنا نتصور 15-16 باهي. انا ماذا بيا فهمني الحاك، يهبط قرار ما يفوتش 20. المكلف بالتجاره الداخليه والمغاربيه والتسويق بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري انور حراثي اكد ان اسعار زيت الزيتون حره تخضع للتسعيره العالميه، مطالبا بمواصله الاعتماد على التسعيرة التي أقرتها الحكومة السنة الفارطة والمقدرة ب 15 دينارا للتر الواحد التي يتم توزيعها في المساحات الكبرى. بالنسبة للأسواق الداخلية، احنا قلنا في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قلنا انه من حق التونسي انه يستهلك منتج بلاده باسعار تفاضليه. صارت تجربه عملول تعليمات من السيد الرئيس، وصار جلسه مؤخرا في افتتاح الموسم في وزاره الفلاحه، وتعهد الديوان النسائي التواصل في نفس البرنامج باش تكون في حدود ال 15 دينار. وللاشاره، تعتبر تونس المنتج الثاني لزيت الزيتون عالميا بعد الاتحاد الاوروبي، كما تم تسجيل تطور في عدد العلامات التجاريه التونسيه ليبلغ اكثر من 60 علامه. وفي نفس حققت تونس رقما قياسيا جديدا بالفوز ب 15 جائزة لزيت الزيتون البكر الممتاز في المسابقة العالمية للمجلس الدولي ماريو سوليناس لسنة 24 و2000. أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بنجحة بارتفاع عدد الجثث التي لفظها شاطئ صلقطة إلى 19 جثة آدمية شبه متحللة. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد بنجحة عدم التمكن من معرفة هوية الجثث في انتظار صدور نتائج التحاليل الجينية. على اثر اعلام النيابه العموميه بالمهديه هي العثور على جثث غرقه شبه متاكله في سواحل المهديه، تعهدت الوحدات البحريه الحرس الوطني بالمهديه بالبحث الموضوع. بين ان العدد النهائي للغرقه بلغ 19، تم لفظها من شواطئ صلقطه ورجيش والشابه، وتم اخذ عينات من الجثث المذكوره اللي كانت مجهوله الهويه وشبه متاكله ومتحله وتعذر معرفه جنسها او جنسياتها، انتظار انه تتقدم اهالي الجثث هذه باش خير التقاطعات ما بين العينات تم رفعها وتوجيهها الى المخابر الجنائيه وزاره الداخليه، ولا ديان نتاع الاشخاص اللي شدعي واللي هو احد افراد عائلتها. نزالت المعطيات حول ملابسات الغرق غير معلومه في اظهار تقدم الابحاث. النسخة الخامسة من تظاهرة القطار الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحل اليوم قافلة بولاية قفصة لتوفير عيادات طبية وعمليات فحص مبكر في معتمديات المتلوي زنوش وسند. الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدعاشي: إن شاء الله نكونوا في ولاية قفصة في متلوي مع 8 تفتاح مع 10 في جنوش، ونكملوا بمعتمدية سند من ولاية قفصة. دونك 6 محطات العباد اللي تسكن قريب المحطة يجمعوا ينتقلوها، والمحطات هذوما كما كل عام نقوموا قبل ما يخلط حتى ترين، وفيكونوا فرق بتاعنا متواجدة للتوعية، وفر مرة نتبعوا السكر دم فما وراثات للرضاعة الطبيعية، واختيار الحالات اللي يلزمهم يطلعوا في الإطار بتاعنا. هذا فيه إطارات متكون من أطباء أشعة، أطباء نساء، من قابلات، من ممرضات، من مثقفات، متنوع على ذمة المواطنين. نحاولوا نمشيو للمناطق اللي ممكن صعيب شوية نمشيو لها بعاد على مقر الولاية، مكنوا من الفحص ومن الفحص لدى بالصداء. كان الحالات المشتبه فيها فيقعد أخذ بيانتهم وتوجيههم للمستشفيات.
وقفة احتجاجية نفذها عدد من المدونين والمبلغين عن الفساد أمام وزارة العدل للمطالبة بتفعيل قانون حماية المبلغين وإحداث هيئة قانونية مختصة تعنى بملفات المبلغين وحمايتهم، وفق ما أفاد به للأخبار أكرم لبيض أحد المبلغين عن الفساد. وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، مطالبين من وزارة العدل اليوم فتح ملفات اللي قدموها المبلغين الكل وزارة العدل واللي قاعدين يتهرسوا في جرات، فتح جميع الملفات في قضايا الفساد اللي فتحناها، نظر بلغين على الفساد والنشطاء والمدونين، تجد عرض لمحاكمات جائرة ومحاكمات ظالمة، وفعيل قانون حماية المبلغين وإنشاء هيكل قانوني أو إحياء الهيئة للتبليغ عن الفساد. في افتتاح أشغال الدورة 19 للمؤتمر الوزاري لسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بالعاصمة البوروندية بوجمبورا، جدد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي التزام تونس بالإسهام الفاعل في توفير الظروف الملائمة ليكون هذا التجمع فضاء اندماج وتبادل وتكامل اقتصادي وتجاري جهوي إفريقي، كما دعا إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية والإمكانيات اللوجستية اللازمة لفائدة البلدان الإفريقية لمساندة برامجها في مواجهة التغيرات المناخية التي تعيق تحقيق أهدافها التنموية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات 24 الماضية وصل إلى 82 مواطنا، في حين بلغ عدد المصابين 180. هذا ويواصل جيش الاحتلال غاراته على بلدات في الجنوب اللبناني والبقاع شرقي البلاد مخلفا عشرات القتلى والمصابين. وأعلى لنا مركز عملية طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على السرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، مشيرا إلى أن أعمال رفع الأنقاذ لا تزال مستمرة. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن دفعة صاروخية استثنائية أطلقت من لبنان فجر اليوم وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار بمناطق شمالي تل أبيب. سياسيا، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أموس أوكستين وبريت ماك جورج سيصلان إلى إسرائيل غدا لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر غربية قولها إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة. أعلن فجر اليوم استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومنزلا في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أصيب عدد آخر في غارة نفذتها مروحيات الاحتلال مستهدفة خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمالي المدينة. سياسيا، كشف القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن الحركة تدرس هذه الفترة مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب، مشددا على أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع. في مقابل ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفلسطينية اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي المحتلة، بينما أعلنت النرويج أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل تجاه المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
السابعة صباحا وأربع عشرة دقيقة بتوقيت تونس، التاسعة صباحا وأربع عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على مقاومة الاحتكار والمضاربة عبر القطع مع الأساليب التي لم تؤدي إلى نتائج. مراجعة الإطار القانوني للأراضي الفلاحية الدولية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة. تقديرات أولية بإصابة زيتون في حدود 300 ألف طن ومطالبات بتحديد سعر مرجعي معقول لزيت الزيتون. وفي العالم 82 شهيدا و180 جريحا حصلت الغارات الصهيونية على لبنان خلال 24 ساعة الماضية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.